السلام عليكم. قبل ما نبدا معكم فيديو بغيت نقول لكم واحد الخبر اللي زوين زوين بزاف. من داك البدايه ديال الموسم الدراسي اللي داز ما درتش هذاك البروموسيون، بزاف ديال البنات قالوا لي صالحه عافاك عاودي لينا البروموسيون ديال الحصه الفلانيه وديال بديل التحاميل. مول فمي كندير بروموسيون كندير باك ديال الحصه الفلانيه وبديل التحاميل بجوج ب 500 درهم. دابا البنات تخيلوا باك ديال الحصه الفلانيه جوج قراعي فقط غتاخذوهم 350 درهم ولا ليفريزون غراتويت، يعني 7000 ريال 7000 ريال لا ليفريزون غراتويت المغرب كامل جوج قراعي ديال الحصه الفلانيه. بديل التحاميل كلشي كيطلبني عليه، اصلا هذاك بديل التحاميل ديما غيتاخذو ستوك ما كيبقاش نهائيا، لانه تبارك الله كيعطي نتيجه هائله وفي خلال اقل من شهر، خصوصا الا خديتو قرعه بديل التحاميل مع الحصه الفلانيه. المهم راه حتى هما دايره لكم فيهم بروموسيون. دابا غنقول لكم غير الثمن ديال البديل التحاميل بوحدو في البروموسيون. عقلتوا واش كنتو كتشريوه ب 400 درهم؟ دابا ما بقاش ب 400 درهم، دابا فقط 300 درهم وحتى هو لا ليفريزون غراتويت المغرب كامل. الا خديتو قرعه بديل التحاميل مع الحصه الفلانيه بجوج كيبقاو ب 500 درهم. هذا جهدي لكم البنات. شوفوا هاد البروموسيون راها ماشي الشهر، ويلي سيمانه كامله. دوزوا لا كوموند ديالكم في الرقم اللي غادي تلقاوه في اول تعليق. بديل التحاميل كيصلاح للمناطق الانثويه، كيبرزها خلال اقل من شهر. الحصه الفلانيه بالنسبه للبنات اللي ما كيغلاضوش، اللي كيبغيو شويه ديال الفورما، اللي عندهم جرثومه المعده، اللي عندهم بومزوي، اللي عندهم فقر الدم الحاد، اللي ما تيكونش عنده لينيرجي، كاين اللي ما تياكلهاش باش يغلاض، كياكلها باش تكون عنده لينيرجي، يعني كياكلها من وراء الماكله. اللي بغى يغلاض كياكلها قبل الماكله. اللي بغى غير الحيويه والنشاط وبغاه داويه يعني المصيرنات ديالو من وراء الماكله. الوليدات الصغار ابتداء من 4 سنين، الرجال اللي كيديروا لاصال يعني كيبغيو ياخذوا شي صحه ويصححوا ويديروا العضلات، الوليدات الصغار اللي ما تيبغوش ياكلوا في الصباح ما تكونش عندهم الشهيه، كيفتح الشهيه مزيان غادي يوليو ياكلوا وياكلوا اي حاجه حطيتها لهم. المرضعات اللي تيكون عندهم الحليب قليل كتفيض ليهم الحليب. هادشي اللي كاين، بلا ما نطول عليكم ندوزو ان شاء الله باش نكملوا الفيديو. السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف بزاف. الصراحه غبرت على اليوتيوب وفي ما كنرجع كنقول لكم سمحوا لي على الغبره وكنعاود نغبر مره اخرى. المهم الناس ما تديوش عليا، راني غير مع الخدمه وما كنقدرش نوفق ما بين بزاف د الحوايج. بزاف منكم سولوني على الفران، هذا الفران هذا اللي كنت خديته، سولوني كيفاش ركبته حيت شفتوه مركب في الانستغرام. المهم بنات راه ماشي ركبتو شي تركيب، راه غير دي بانينو صافي، حيت هذا اصلا كاستري وخاصو يدخل في الحيط، فانا ما عنديش كوزينه اللي كتدخل في الحيط، ففضلت انني نقادو يعني نسلك. الصباح طيبت فيه الخبز، حطيته في الانستغرام وقالوا لي البنات بزاف كيفاش طيبتي الخبز ما بارطاجيتيش معنا. المهم البنات الخبز داز، غادي نعاود ثاني نبارطاجي معكم فيديو واحد اخر وغادي ندير فيه انواع ديال الخبز. شريتو المهم اراك الشهيوات. اليوم غنصاوب بيتزا، هانتوما شوفوا المقادير ديال البيتزا، راه وجدت كلشي هادشي، الزيتون الفلفله، المهم كلشي هادشي. غادي نبارطاجي معكم واحد العشيوه وغادي نديرها في الفران ديال الضو. في الاخر غادي نقول لكم السميه، غادي نقول لكم كيفاش البيتزا جات فيه، وغادي نقول لكم الثمن ديالو صافي، وغادي نقول لكم الطريقه اللي طيبت فيه البيتزا اولا اللي غنطيب فيه البيتزا. يلا ما تزابيوش، غندوزو باش نصايبو العجينه بعدا اللي خاصها ترتاح شويه ونكمل معاها. دابا البنات غادي ندوزو باش نصاوبو العجينه ديال 10 دقائق، هي اللي كتنفع الا تشهيتي البيتزا في اخر لحظه. اول حاجه غادي ندير كاس ديال الحليب، الكاس ديال الحليب يكون خاصو يكون دافي، وكيف ما قلت لكم بنات كنضيف في داك الكاس ديال الحليب كنزيد عليه كاس ديال الماء دافي، كنزيد عليه معلقه كبيره عامره ديال الخميره الفوريه، كنضيف عليه معلقه كبيره ديال العسل اولا معلقه كبيره ديال السكر سنيده، مع كاس ديال الدقيق، كنخلط مزيان مزيان، كنخلي هذا الخليط هذا كيتفاعل لمده ديال تقريبا واحد 10 دقائق. كما قلت لكم هاد البيتزا هذه ديال العجينه 10 دقائق كتجي واعره، هذه هي
الحاجه اللي ديروها في اخر لحظه وتكونوا متاكدين انها غتصدق ليكم. من بعد غادي نخليها ترتاح 10 دقائق. هاد الوقيته هادي غادي نصاوب هذا لاصوص ديال البيتزا، كتجي واعره. كنت بارطاجيت معكم شحال من نوع. هادي البنات ديروها بعينيكم مغمضين، نتوما عارفينكم عارفيني ما كنعطيكمش شي حاجه اللي ماشي في المستوى. غتاخذوا هاد غتاخذوا مطيشه، فلفله حمراء، البصله جوج ديال المطيشات كبار، فلفله حمراء وحده حبه، وحبه وحده ديال البصله ما تكونش كبيره بزاف. كنقطعوا كل شيء بقشور طبيعه الحال، كونوا منقيين وكل شيء مغسولين. كنطحنوا كل شيء بقشوره. راه انا مقطعه حتى هذا داك الثومه، راه هي محيده لها قشورها دايراها. كنضيفوا كل شيء للطحانه وغادي نطحنها مزيان مزيان، وغادي نضيف عليها الثومه نطحنها مزيان مزيان، وغادي نديرها في واحد الكاسرونه. شوفوا البنات بالنسبه لهاد البيتزا هادي تقدروا تعمروها باش ما بغيتوا. دوك المكونات اللي شفتوني انا حاطه في داك الجنب كانوا موجودين في الثلاجه. انا باش كتعجبني بيتزا، انا بعض المرات كندير بيتزا على حقها وطريقها ديال طاليان، وبعض المرات كتكون عندي خضره شيطه داكشي في الثلاجه، يعني ما كنبغيش نضيعو، كنقول اجي اللهم شي بيتزا كتجي على حقها وطريقها. كنضيف عليه الخليط الماء، كنطحنهم بهذا الشكل هذا. شفتوا حتى كيولي مطحون مزيان، ما تبان لي حتى حبه ديال الفلفل لا ديال المطيشه. غادي نضيف على واحد الكاسرونه، وغادي نزيد عليها الطماطم المعلبه، غنضيف عليها الملحه، وغنضيف عليها الزيت. شوفوا نتوما شويه الزيت ماشي بزاف، غير هذاك الطياب الاول، لان صلصه الطماطم كتبغيش العطريه بزاف بزاف. شوفوا هذا الشيء اللي درت، فقط الملحه، البزار، التحميره، والزيت غادي نضيفه من بعد، وواحد المعلقه كبيره ديال صلصه الطماطم. كتجي واعره، جربوها تصيبوها حتى لاخر لحظه، حتى لاخر لحظه. حتى تبغوا ديروا البيتزا دير صيبوها. انا عارفه راه هذه راه كتباع غاليه، كتباع راه كيتباع حكم بواحد 15 درهم. وعلاش اختي هاد الكاسرونه راه فيها واحد جوج حكاك دابا، بحال راكي طلع عليك غير بواحد 10 دراهم ما كاملاش، ولا بغيتي تشريها غتشريها بواحد 30 درهم ولا 35 درهم، وزائد انها كتجي بنينه اكثر. صافي كنخليها هنا فوق العافيه، كتبقى طيب كطيب وكتغلى مزيان مزيان. خاصنا نطيبوها مزيان. شوفوا اللون تبارك الله، شوفوا عين اللون رائع رائع رائع. نخليها طيب وندوز للبيتزا ديالي. البيتزا دازت عليها 10 دقائق، شوفوا انا غادي نوريكم الخليط اللي دازت عليه 10 دقائق. انا معها بقاش عندي سلوفان، درت غير بلاستيكه. شوفوا باش تعرفوها بلاستيكه راه قاديه الغرار. شوفوا شوفوا تبارك الله ولات. دابا البنات غادي نضيف الملحه. الملحه انا كنخليها حتى الاخر باش باش ما كتمنعش الاختمار، دغيا الا ما درناش الملحه دغيا كتخمر، ولا درنا الملحه كتعطل. غادي ندير بيضه، شوفوا البيضه راه صغيره. غادي ندير نص كاس ديال الزيت البلدية، غادي ندير الزعتر، كمية اللي بغيتو ديال الزعتر كتعطي نسمة زوينة، وغادي ندير الخميرة ديال الحلويات. أنا غنجبدها ونرجع معاكم. دابا البنات غادي نضيف الخميرة. الخميرة كتعاون العجينة، بحال كتلعب الدور ديال المصحح ديال العجينة. خلط مزيان، شوفوا تبارك الله كي خامة راه العجينة ديال البيتزا، كل ما خمرات كل ما كتجي زوينة. كنخلط مزيان. غادي ناخذ نفس الكاس اللي عبرت به الدقيق في الاول، غادي نبدا كنزيد في الدقيق. غندير الكاس الاول ونخلط، الكاس الثاني ونخلط، ونبقى غادا. المهم العجينة ما خصهاش تجينا قاصحة. هو الكاس الاول، العجينة ديال البيتزا ما كتبغيش تجي قاصحة، داكشي علاش حاولوا انكم ملي تكونوا تديروا في العجينة ديال البيتزا في تضيفوا في الدقيق، حاولوا انكم تردوا البال ما تخوش الدقيق كامل.
كاس تاني شاي بدات كتقال. درت الكاس الثاني بدات كتقال ولكن غنزيد الكاس الثالث وكنضرب بالفوي باش دوك الحبيبات ما يبقاوش كي راه واخا كنغربلو الدقيق راه كيتكونوا دوك الحبيبات. شوفوا العجين غادي نزيد الكاس الثالث. انا هاد المرحله بغيت ندوزها معاكم تشوفوها باش ما يبقاش عندكم شي اسئله وما يبقاش عندكم شي تساؤلات بالنسبه للعجين. ها هو الكاس الثالث عندنا. نحس العجينه بدات كتقال في يديا نخلط. نقدر نحبس هنا نقدر نزيد على حسب انا غنشوف. كيبان لي الناس بحال غادي نزيد شي نص كاس. غنزيد نص كاس. فاش غادي نزيد نص كاس غادي نبدا كنخلط بيديا. غنحاول نسوسها من هذا ورجع معاك. دابا من بعد ما زدت هذاك النص كاس غادي نخلط بيديا. شتو غادي نزيد نبدا نزيد هكا المعلقه الاولى والثانيه ونعاود نخلط. شتو غنزيد المعلقه الثالثه. اللهم نقول لكم هادشي بالديتاي ولا غير ندوزو عليكم بالزربه بالزربه. وفاش تجيو تبداو تعجنوها يعني تخسر ليكم ولا شي حاجه وما تعرفوش شنو لي ديتاي ديالها. غادي نزيد الرابعه المعلقه اللي زدتها كنخلط تنحس بيها تقالت. دابا ها هي المعلقه الخامسه كنظن وقيله هي هذه الاخيره. من بعد البنات صافي ها بحال هكا خاصتكم. شفتوا غادي غير نجمعها دابا ورجع معاكم. ها انتم البنات شوفوا كي كتكون. من بعد راه غادي نضيف لها الزيت باش تجمع. تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت البلديه وغتجمع. كنحاول انني نجمعها بحال هكا نقادها. شتو كتكون بحال هكا. من بعد غادي نغطيها ونخليها تخمر تتبان لي ضعف الحجم ديالها وغادي نرجع معاكم باش تشوفوا ان شاء الله التالي. ودابا البنات بعد ما خلينا الخميره العجينه ديالنا كتخمر غادي نديرو الزيت البلديه في هذيك لاصوص نحركوها شويه وغادي تكون واجده. شوفوا البنات كتجي رائعه بنينه ريحتها تبارك الله عاطي في الكوزينه. دابا البيتزا ديالنا ها هي راه وجدات وها هي راها خمرات. شوفوا تبارك الله قد ما كتخلي العجينه ديال البيتزا كتخمر قد ما كتعطيك واحد النتيجه اللي هي زوينه ورائعه. نحاول هكا نجمعها بلا ما نبقى نخبط فيها غير نجمع نخليها محافظه على دوك الفقاعات ديالها لانهم كيلعبوا حتى هما دور انهم كينفخوا العجينه في الفران كيجيو منفوخ اللي كيعطي واحد المنظر زوين. غادي نرش شويه ديال الدقيق غنديها ونجيبها فقط غير باش يتشكل هذاك هذاك المنظر اللي شفتو. صافي انا درت وحده كبيره وحده صغيره. علاش؟ لان بغيت ديك الطاوله نديرها كلها بيتزا. من بعد هذيك الاخرى راه درتها واحد الخبزه حتى من بعد ونوريها لكم ما عرفتش واش سجلتها ولا لا. صافي البنات شوفوا كناخذ واحد الفيلم ماشي الفيلم اليمونتير لا بابي كويسون كنرش بشويه الدقيق كنعاون بشويه الدقيق المدلك كنحاول انني نشكل واحد المستطيل اولا المربع كبير. شوفوا نتوما يا شوفوها كيف ما بغيتوا تشوفوها. وكنبدا
كنسرح فيه على هذيك الورقه. علاش؟ لان ملي نبغي نحطها في الطاوله نحطها مقاده. شوفوا كي كتجي ساهل التسريح ديالها، ما كتلصق ما والو، غير رشوا شويه ديال الدقيق وما تخافوش من بعد هذاك الدقيق راه ما كيبقاش يبان نهائيا. شوفوا البنات كنسرحها رقيقه، علاش؟ لان هاد العجينه ديال 10 دقائق كتجي منفوخه، واخا تسرحيها من بعد كتنفخ لان ما فيهاش سميده ولا الفينو، فيها غير الدقيق الابيض. صافي، هنا من بعد ما شكلت هذا المربع هذا غادي نحاول انني ناخذ واحد الطاوه بطبيعه الحال ديال الفران وغادي نقادها فيه. ولكن قبل غادي ندير الفرماج. شوفوا البنات انتما غادي ناخذ الفرماج، فرماج اي فرماج بغيتو، موتزاريلا، الفرماج احمر، المهم داك الفرماج اللي كيجي بنين ومعلق. انا كناخذو كنديرو هكا في الحاشيه كيجي زوين بهالطريقه، يعني بغيت نديرها بيتزا هكا كملويه من الجناب ومعمر بالفرماج كتجي بنينه. مهم ماشي ديما، لان تبارك الله راكم عارفين الفرماج راه شويه داير الثمن، ف الا بغيتي ديري بيتزا وديريها غير بداكشي اللي عندك في الثلاجه من الاحسن ما ديريش الفرماج باش تبقاي في الاقتصادي. بغيتي شي حاجه زوينه ديري هاد الطريقه، راه كتجي زوينه بزاف والوليدات غيعجبهم الحال. صافي، وكنبقى نتني بهاد الطريقه هادي، راه ساهله بزاف بزاف ساهله. راه كنت بارطاجيتها معكم بهذه واحد 3 سنين الا كنتو عاقلين، في واحد رمضان وقيله ولا غير، انا كنت دايره الصينيه دايره وجات زوينه وكلشي جربها وعجباتكم بزاف. من بعد كنديرها في الطاوه، كناخذ واحد المقص كنبدا نشكل غير هكا كزويويقات. بغيتو ما تزوقوهاش بلاش، انا بغيت نزوقها باش تعطي واحد الشكل مهم منظر ومذاق، ماشي غير مذاق بوحدو. وتا الا خليتوها هكا راه مزيانه، راه كتجي زوينه. صافي، هكا ملي كنقطعها على هذا الشكل هذا كناخذ داك الطريفات وكنبدا كنخالف فيهم. شفتوا؟ انا نوريكم هذوك الطريفات كناخذهم من داك القنت ديالهم وكنبدا كنخالف فيهم، راه كتعطي واحد المنظر زوين. شتي ملي كيطيب هذا الشيء وكيتنفخ في الفران عاد باش كتشوفوا داك المنظر ديالو في الاخر. هذاك الفرماج كيجي سايح وكيجي زوين حتى هو. هاد الوقيته هادي راه انا مخليه هذيك لاصوص ديال صلصه الطماطم مخليها هكا تبرد، لان ضروري خاصنا نديروها تبرد باش ما تقطعش لينا العجينه ديال البيتزا. فهاد الوقيته هادي كنستغلوا الوقت كنديروا هكا كندهنوا بالصفار ديال البيض هذوك القنيتات. بغيتوا تصوصوا عليهم تصوصوهم بالجنجلان، بغيتوا تخليهم هكا خليهم هكا. صافي، دابا كندير صلصه الطماطم. شوفوا المنظر والمذاق، يا سلام، مذاق رائع، المنظر واعر. انا كيعجبني البيتزا كيعجبني نعمرها هكا بصلصه الطماطم، ما خاصهاش تكون عامره بزاف، ولكن انا الصراحه كيعجبني نعمرها، كتجيني غتكون لذيذه اكثر وعامره اكثر. وتا الوليدات الصغار يعجبهم الحال الا درتو ليهم هاد اللعيبه هادي، غيعجبهم الحال بزاف. صافي، دابا غادي نبدا ندير ديك لا غارنيتور ديالي، البصله، الفلفله، الوان، هذا الفرماج، هذا الفرماج ديال الساندويتش ديروه راه كيجي زوين، كيجي عاطي واحد التعليكه زوينه للبيتزا. الا متوفر، الا متوفرش صافي ماشي مشكل، ماشي يعني ضروري ضروري. البصله هكا درتها جوانح اجنحه وزدت عليها الفلافل. درت انا هاد البيتزا درتها بالطون، ديروها بالكفته، ديروها باش ما بغيتو، راه كتجي زوينه كما قلت لكم البنات. الفران هاد فهاد الوقيته راني دخلته كيسخن على بعد 10 دقائق. انا من بعد غادي نشرح لكم الفران كيفاش داير. اصلا البنات هذاك الفران ديال النوع اللي عندي راه راه عنده الكتاب، يعني عنده الكتاب ديالو ساهل، يعني واخا تكوني ما كترديش البال غادي تفهميه. انا والله القسم الا ماشي على الكتاب، عاطينك فيه كيفاش طيبي البيتزا، عاطينك فيه كيفاش طيبي اللحم، عاطينك كيفاش طيبي. صافي البنات، كيف ما قلت لكم الفران سميتو ارتور مارتان، كنت خديته ب كان بروموسيون، ما عرفتش واش باقي بروموسيون دابا ولا لا. هاد القياس ديالو ديال 60 على 60، هو كاستري، ها هو كيف ما كتشوفوا راه كاستري. انا واخا هو كاستري درتو حطيته هكا، بغيته صافي عجبني، بغيته صافي شريته، تحديت الطبيعه وتحديت كل شيء. شوفوا البنات، شوفوا البيتزا كيفاش جات، جات واعره، رائعه رائعه رائعه.
نتمنى انكم جربوها تشوفوا البنات راه غتصدق لكم حتى في الفران ديال الغاز اللي عندها الفران ديال الكهرباء العادي غتصدق. المهم جات واعره 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 وجات بنينه وخفيفه وما شهيتكم فيها البنات عافاكم لما جربوها والله البنات الا غتحماقوا عليها. شوفوا كي كتجي هشيشه 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 شوفوا 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 شحال كتجي هشيشه شوفوا شوفوا الهشاشه شوفوا الهشاشه واعره 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 شوفوا شحال رطبه شوفوا شحال رطبه ها هي محمره من التحت شوفوا 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 شحال رطبه شوفوا شوفوا شحال رطبه يا سلام يا سلام يا سلام. انا غنعمر واحد البراد ديال اتاي ولكن قبل بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه. هذه البيتزا هذه انا كنت غنديرها بيتزا هذه العجينه البيتزا دارت لي في الخوره نديرها خبزه نفطر بها غدا. تقدروا ديروها حتى نتوما الا شاطت لكم العجينه. اول حاجه غندهنها مزيان باش تحمر لي من الجناب هنها وغادي ندير ليها الزريعه البذور ديال الزريعه هادي غنفطر بها غدا وغدا ان شاء الله غنعاود نسخنها باش نفطر بها وغنبارطاجيها معاكم والله تنبارطاجيها معاكم حتى الغدا ان شاء الله عاد باش نقطعها على جوج راه خامره. شوفوا قداش ولات شوف دابا غادي ندير الزنجل غادي ندير من الزنجل غندير الزريعه اللي كتعجبني الزريعه كتحمقني انا عارفه راسي شهيتكم ونوض اختي ديروها وردوا عليا الاخبار غنرجع لكم بالشهيوات والافكار الجهنميه ولكن اخوتي بغيتكم اي حاجه تجربوها تقولوها ليا ولي راه جربنا. شوفي 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 يا اختي شوفي 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 غنخلي دابا يا بدي راه دصرني الفران هادشي راه ماشي الجهد مني الجهد من الفران. شوفي اختي الشهيوات يا سيدي يا ربي جو جو وحق الله تا فرحانه بهذا الفران الحمد لله. شوفوا البنات شوفوا الخبيزه كي جات جات واعره 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 كتشهي. هذه ان شاء الله غادي نفطر بها غدا. شكون البنات يتشهات اجي نقسم معاها جات زوينه كتشهي الافطار. تخيلوا معايا دابا الواحد يبقى يدير بحال هاد الخبيزات في الفطور ياكل وي 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 والله الا وتكون يكون اما بزنجلان اما بهاد الزريعه ديال ماده ديال البذور ديال نوار الشمس والله يتشجع كلشي باش يفطر صراحه كتشهي ريحتها كتشهي. دابا البنات غادي نقطع البيتزا ان شاء الله غادي نبارطاجي معاكم بسم الله بسم الله واخا صحتي لا من الجناب ماشي مشكل روح رياضيه غادي نحيد هو بسم الله بسم الله. شوفوا الهشي الهشوشيه يا اختي الهشوشيه 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 نقطع اجيها نوريكم. شوفوا البنات شوف كي كتجي شي رائعه 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 شوف كتجي واعرة بغيتكم تجربوها الصراحة والله العظيم. Yeah.